الباب 104، باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.